لا بس المدرب غير الجمهور، دي مختلفة دي، يعني خناقة مع مدرب غير الدفع على الجمهور يعني. لا بتحصل، بتحصل كتير، بس هي انت رد فعلك لازم ما يبقاش متجاوز. انت برضو في نفس الكلام يعني، اقول لك على حاجه، حل المشكله دي يعني، سيبك من المشكله اللي حصلت، تدور على الحل. الحل دلوقتي لازم يحصل ايه؟ الحل دلوقتي اول حاجه في الحلول كلها ان الكهرباء لازم يعتذر، يعتذر لجمهور نادي الزمالك، يعتذر للاداره، يعتذر للجهاز الفني، يعتذر للعيبه اللي موجوده معاه. اول ما يعتذر الامور هتلاقيها عدت، هتلاقي انه متقبل اي عقوبه، لكن الاعتذار ده حاجه ثانيه. طالما اعتذر هتلاقي الامور بعد كده تمشي واحده واحده في ان هي ترجع بشكل طبيعي. انما انت لو فضلت الامور بعيده كده، لا الامور مش هتتحل. حتى في رجوعك بعد كده الجماهير مش هتتقبلك بشكل كويس يعني. هو اصلا ما اعترفتش بخطأ. لازم تعترف ان انت اخطأ. وهو برضو انا زي ما قلت لك، الجمهور ممكن بيغلط، بس ما ينفعش ترد بنفس التجاوز ابدا يعني. هي الامور حصلت في الملعب كتير، لعيبه كتير اتشتمت، ولعيبه اتشتمت بالاب والام. انا ما بقولش ان هو صح، بس ده حصلت يعني، ده الطبيعي اللي بتلاقيه كل يوم موجود، سواء جمهور منافس او جمهور فرقتك في بعض الحالات اللي انت بتخسر فيها. فانت لازم يكون رد فعلك على حسب يعني، بمعنى اصح اطلع باقل الخسائر، يطلب السماح. فخلاص يعني انت دلوقتي في حل، الحل الوحيد ان انت لازم تعتذر، وبعد كده الامور هتعدي.